أفاد مصدر بأن مجموعة صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة العراقية بغداد، وقال المصدر إن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط 4 صواريخ على المنطقة الخضراء، فيما رجحت مصادر أمنية انطلاقها من شرقي العاصمة. ضرب الإعصار يوتا جزيرة سان أندريس الكولومبية مصحوبا بأمواج قوية، وأظهرت لقطات مصورة الأمواج الهائلة وهي تخرج إلى اليابسة، فيما يصرخ السكان الذين أصيبوا بالذعر في جزيرة سان أندريس قبالة ساحل نيكاراغوا. وكان المركز الوطني للأعاصير قال إن هذا الإعصار هو إعصار من الفئة الرابعة ووصل إلى اليابسة على امتداد الساحل الشرقي لنيكاراغوا.